مشاهدينا مستمعينا الكرام، اهلا بكم في موعد جديد برنامجكم الرياضي اليومي ساعة الكران الخاص بكأس افريقيا الأمم مصر 2019. في عدد اليوم نصر قرطاج يقتنصون فوزا غاليا على حساب نجوم غانا بضربات حادة ويعبرون لربع نهائي البطولة. وفي الحلقة أيضا فئة الكوت ديفوار تعبر لربع النهائي على حساب نسور مالي الذين خانهم الحظ وافتقدوا للفعالية. في ساعة كان أيضا عودة لتأهل منتخب الجزائر لدور الثمانية بالنتيجة والطريقة على حساب منتخب غينيا. كما سنتحدث عن ردود فعل الصحافة المغربية والدولية على إقصاء المنتخب الوطني المبكر من النهائيات القارية. ولمناقشة كل هذه المواضيع معنا في بلاتو ساعة الكران المدرب الجزائري نبيل الغيز الذي يخوض أول تجربة له في البطولة المغربية، وستكون إن شاء الله رفقة فريق اتحاد طنجة. نبيل مساء الخير. مساء الخير الأخ عبد الله، مساء الخير جمهورنا الرياضي الكريم وضيوفنا الكرام. أهلا بك معنا أيضا المحلل الرياضي والإطار الوطني فؤاد الصحابي. سي فؤاد مساء الخير. مساء الخير وتحية رياضية للمستمعين ولمشاهدي ميدي أنتر. مرحبا. والترحاب موصول للزميل هشام رمرام الصحفي الرياضي. سي هشام مساء الخير. شكرا عبد الله ومرحبا بالمشاهدين. مشاهدينا الكرام، نذكركم بانه يمكنكم التفاعل معنا كما جرت العاده عبر هاشتاغ ساعه الكان والبث المباشر لحلقه اليوم عبر صفحه ميديان تي في على الفيسبوك. نبدا النقاش بتاهل المنتخب التونسي سي فؤاد لدور الربع النهائي من كاس افريقيا مصر 2019. فوز كان صعبا، تأهل كان عسيرا على حساب منتخب غانا وبضربة الحظ. انتظرنا كثير ردة الفعل ديال التونسيين لان البداية ديال المنافسات عطاو مستويات جد متواضعة، ثم حتى الاخبار القادمة اكدت على ان كاين مجموعة من المشاكل داخل غرفة الملابس على العمادة على اللاعبين الاحتياطيين. اليوم اعتقد على ان اللاعبين الاساسيين المهمين اللي ليدرشيب ديال الفرقة قربوا باش يقدموا مباراة قوية، ما سرقوش الانتصار ديالهم، فكانت مباراة في المستوى، خلقوا اكثر من فرصة، وقفوا ند من الناحيه الدفاعيه امام منتخب غاني اللي ايضا معجج مجموعه من النجوم، واعتقد على في النهايه سهلوا على انهم ينتصروا رغم انهم بعد الهدف ديالهم تراجعوا شويه للوراء وخلاو الغانا تاخذ الكره وخلاوها ترجع بالتعادل، لان الاصرار ديال التونسيين خلاهم على انهم ينتزعوا تاهل مهم وتاهل تاريخي اللي يقدر يعطيهم نفس اخر باش يكملوا المشوار في هذا المنافسات. طبعا سي فؤاد اللي شاف الاداء ديال المنتخب التونسي في الدور الاول 3 تعادلات، يعني ربما الكل كان يقول بان رحله المنتخب التونسي ستنتهي في الدور الاول، لكنه تاهل للدور الثاني، واليوم الاداء الذي قدمه مع المنتخب غانا قد نقول بان المنتخب التونسي يكبر مع كبر المباريات. اكيد نظن هذا موش جديد على المنتخب التونسي، لو تشوف يعني البدايات في كل المنافسات حتى في كاس العالم دائما المنتخب التونسي يبدا ببطء، ولكن مع مرور المباريات يكبر من المباراه للمباراه، وعنده مجموعه اللي عندها خبره كبيره. نظن المنتخب التونسي راح يروح لابعد الحدود، ورانا شفنا اليوم مردود احسن مقارنه بالمباراه الاولى والثانيه والثالثه، وراح تكون دائما في هذا المنوال. نظن باللي المنتخب التونسي عنده ما يكفي من الخبره لتسير هذا النوع من المباريات، وخاصه عندما تلعب يعني مباراه في 90 دقيقه ما يكونش فرق بين المنتخبات. نظن كل المنتخبات اللي وصلوا للربع النهائي يستاهلوا هذا الدور هذا، وهذا الشيء اللي شفناه اليوم يعني ان الخبره لعبت دور كبير بالنسبه للمنتخب التونسي، مهما ان الحظ يعني في الاخير كان خانهم لو في الدقيقه الاخيره يعني اداوا هدف ضد مرماهم. على العموم نظن باللي المنتخب التونسي قادر يروح لابعد الحدود في هذه المنافسه هذه. نعم، ربما هذه القراءه يعني لهذه المباراه سي هشام، الكل كان يتوقع بان المنتخب التونسي سيتعدى في هذا اللقاء وتعدى بالفعل، لكنه صراحه كان افضل بكثير مما شاهدناه في الدور الاول. هو يمكن نقول بانه تاهل من رحم معاناه، لانه فريق ربما كان هناك شبه اجماع انه فريق ما يمكنش يمشي ابعد من 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 دور الثمن، ولكن احنا كنعرفوا ان كره القدم بشكل عام كل مباراه عندها حقيقتها وكل مباراه عندها ظروفها، لانه ما بين الفتره اللي كانوا فيها المشاكل واليوم ممكن انه تغير مجموعه من الامور، لا من حاله الذهنيه لا من حاله يمكن انه تكتيكيه ولا البدنيه ولا التقنيه، والان فريق اللي يمكن
يمكن انه تاهل، ماشي فقط تاهل ولكن كذلك على حساب منتخب غانا، وهذا في حد ذاته غانا احد اضلاع المربع الذهبي في النسخه الماضيه، وفي حد ذاته ممكن يعطي دفعه للاعبين نفسيه، ويمكن انهم يخليوا الخلافات جانبا ويأجلوها، لانه الان طريق نحو النهائي اصبح قريب جدا، وربما اللاعبين يقولوا او المدرب يمكن انه نوضعوا الخلافات جانبا، ويمكن اننا نسجلوا الاسماء ديالنا في التاريخ كمنتخب اللي وصل لواحد الدور اللي ممكن انه يدخل هاد اللاعبين للتاريخ. نعم نقول جفاري بنت لي قفزه ذهنيه قويه ديال المنتخب التونسي، لان اليوم بان علينا كيفاش ربحوا النزالات ضد غاني اللي قويين في ضربات ثابته، بان المساكن يرجع لديك الحيوه ديالو ولا كوم ليدرشيب ديال الفرقه اللي لعب الفرقه بزاف، ثم ما نساوش لو جيست اللي دار ارين جيراس، وتحسب له رغم انه تغيير بسيط ولكن دفع سيكولوجي انك تدفع حارس كتخلع به الخصم على انه غيدخل يصد ضربات الجزاء، وكان موفق صراحه، انه كان موفق. فكل ما كيدير المدرب كيكون ممتاز الى كان الانتصار، وكيولي غير ممتاز وضعيف الى الفريق خسر. فكاعتقد اليوم جيراس والمساكني واللاعبين الاساسيين دفعوا المنتخب التونسي باش يدير ان سيرسول دو رغاي، وشنا لو ريزولتا كي انتريسون بالنسبه لتونس لانقاذ ماء الوجه، لان البدايه ديالهم كانت جد متعثره. مباركه فيها بزاف ديال النقاط، ولكن النقطه ربما الهامه والهامه جدا هي خروج الحارس معيز حسن ودخول الحارس مصطفى بن ولا فاروق بن مصطفى، يعني قبل لحظات من صفر النهائي سنواصل سي فؤاد، لكن قبل ذلك نذهب للعاصمه المصريه القاهره، معنا من هناك الزميل نوفل العمله. نوفل مساء الخير. مساء الخير عبد الله، تحيه لك لضيوفك الكرام وايضا لكل المتابعين المستمعين والمشاهدين المتابعين لساعه الكان على ميديا تي في، مرحبا بهم. نوفل، اذا بعد دور اول النسيان ودون اي انتصار، نصر قرطاج في دور الثمانيه على حساب النجوم السمراء منتخب غانا احد اضلاع المربع الذهبي في النسخه الماضيه. بالفعل عبد الله، يعني ربما اكثر المتفائلين لم يكن يتوقع هذا المسار بالنسبه لنسور قرطاج، خاصه بعد الوجه الشاحب الذي ظهروا عليه خلال دور المجموعات. تاهلوا في المركز الثاني نعم، ولكن بثلاث نقاط، لم ينتصروا، ارتكبوا عدد كبير جدا من الاخطاء حتى في المباراة الثالثة أمام منتخب موريتانيا، كانت هناك معاناة كبيرة جدا لرفاق المساكني. المنتخب التونسي المتوج باللقب سنة 2004 لديه باع طويل داخل كأس الأمم الأفريقية، ولكن عانى أمام منتخب يتأهل للمرة الأولى. ولكن اليوم أعتقد أن الضغط الذي كان على ألين جيراس وعلى الكنزاري وعلى كتيبة نصور قرطاج آتى أكله، كما قال رمرم يعني قبل قليل، هناك تركيز ذهني عالي وتوضح ذلك من خلال الأشواط الإضافية وأيضا من خلال ضربات الحظ الترجيحية التي منحت تونس الأفضلية. ولكن لن ننسى أيضا مسألة الكوتشنج التي كانت ربما لصالح ألين جيراس والطاقم الفني المشرف على المنتخب الوطني. لماذا؟ لأن أن تجلس على بنك البدلاء سليتي، أن تجلس وهبي الخزري، ليس بالأمر السهل، وبالتالي وفر هذا الثنائي المتألق إلى شوط المباراة الثاني من أجل الضغط على البلاك ستارز، وكان هناك هدف سبق أكثر من رائع بعد دخول وهبي الخزري مباشرة، يعني بدقائق معدودة، هدف أكثر من جميل مبني على هجمة كان قد سبقها هجمات أخرى لم يوفق فيها المنتخب التونسي. أيضا لا ننسى الدور المحوري في وسط الميدان الفرجاني الساسي الذي قدم لقاء من العيار الثقيل، ولا ننسى شوط اللقاء الأول، وإن كان الكل يعني كل شيء فيه التساوي بين غانا والمنتخب التونسي حتى على مستوى الأرقام من الاستحواذ على الكرة 51-49 لغانا، التسديدات كذلك كان هناك تساوي، ولكن المساكني والرفاق تحملوا المسؤولية وتمكنوا من الخروج بأقل الأضرار. بعد ذلك يأتي مرة أخرى ألين جيراس بكوتشنج أكثر من رائع، واعتدنا عليه من عدد كبير جدا من المدربين، يخرج المعز ويدخل فاروق بن مصطفى الذي لديه ربما بنية جسمانية قوية وبإمكانه أن يبعثر أوراق الغانيين، وحتى على المستوى النفسي أن تدخل حارس وكأنهم يعني يقولون بأن هذا الحارس ربما مختص بركلات الحظ الترجيحية، وشاهدنا ردة الفعل في الركلة الأولى كيف كان قاب قوسين أو أدنى من إبعاد الكرة، وبالتالي منح تونس أفضلية نفسية أقول وأكررها على المستوى النفسي. ولا ننسى أن من سدد سليتي لاعب جيد، وهبي الخزري أيضا في الكرة الثابتة كاد أن يسجل من تسديد الهدف الثاني، حتى وإن تعادل الغانيون عبر نيران صديق عبر رامي البدوي البديل الذي ربما يعني لم يكن تبديله مبررا، غير أن اللهم غانا كانت تلعب على الكرات العرضية العالية الساقطة في مناطق جزاء تونس، وأراد ألين جيراس أن يدخل مدافعا بطول فارع من أجل اقتناص هذه الكرات، فإذا به يسجل على مرمى تونس. إذن في الدور ربع النهائي وإن لم يرشحها أحد، تونس تضرب موعدا مع منتخب مدغشقر الذي لديه أفضلية في الراحة نعم، ولكن لا ننسى أن مدغشقر هي الأخرى خاضت 120 دقيقة أمام منتخب الكونغو وعانت الأمرين وانتصرت في نهاية المطاف بركلات الحظ الترجيحية. الخبرة تصب في مصلحة تونس، ولكن حين
حين تأتي قمة الخميس لكل حادث حديث. عبد الله شكرا جزيلا نوفل، ابقى معنا، سنعود إليك لاحقا. كلمات كثيرة قالها نوفل هشام على ربما اللقاء كانت فيه يعني نقاط مختلفة. الشوط الأول كان هناك يعني هدف صحيح للمنتخب الغاني، الحكم الجنوب إفريقي ألغى الحكم بداعي لبسة يد، ولكن لم تكن هناك لبسة يد. المنتخب التونسي يسجل هدف السبق، يتعادل بنفسه عبر البديل البدوي قبل حضرة صف النهائي. لقاء غريب صراحة، غريب صراحة، والمسألة ديال يمكن الحالة الذهنية اللي كانوا فيها التونسيين يمكن ساعدتهم كثير، لأنه كانوا متقدمين في المباراة كيتلقوا هدف عن طريق خطأ، هذا كان كافي باش يمكن أنه يزعزع النفسية ديال اللاعبين، ولكن مع ذلك استمروا دافعوا على التعادل، لأنه من بعد كان ممكن أنهم النتيجة ما تكونش في صالحهم، لكن أشواط إضافية كذلك حاولوا يحافظوا، وبقى هذاك التركيز والدفع النفسية بالفعل، أنه تغيير حارس المرمى في آخر التواني ديال الشوط الإضافي الثاني، فيمكن أنها كتمنح أفضلية نفسية للاعبين، وفي نفس الوقت يمكن أنها كتزعزع الحالة النفسية ديال الفريق الخصم، لأنه كيقول يمكن أنه حارس بالفعل ربما متخصص في الركلة الترجيحية، ربما غنلقاو معاه مشاكل، وهذا هو اللي خلى أنه الفريق التونسي يطوي الصفحة ديال الأزمة ديالو اللي يمكن أنها أثرت عليه في الدور الأول، والآن راه الفريق يمكن يستشرف المستقبل بكل تفاؤل. بكل تفاؤل، وقد يذهب بعيدا، ولنا تجارب سابقة جداً مع منتخبات أخرى وفي بطولات مختلفة. سينابيل يعني ألان جيريس تعرض للانتقاد في الدور الأول، اليوم ألان جيريس بقراءته الصحيحة للمباراة تمكن من هزم أحد الفرق القوية والمرشحة للظفر بلقب النسخة الحالية من الكان. حقيقة نظن هذا شيء عادي في المنتخبات وفي الدورات القصيرة هذه مثل كأس إفريقيا، نظن باللي عندما المنتخب يتعطر في البداية وما يأديش الدور المنتظر منه يعني من الجماهير وحتى من الجامعة ولا من الفيدرالية التونسية، حقيقة أن يكونوا انتقادات، وهذا الشيء وارد من الصحافة حتى من الشارع، ولكن المدرب هو الزميل وصديق الحميم هو النتيجة. اليوم راهو تأهل، ونظن باللي راح تنقص الانتقادات وراح يشجعوا يعني الفريق في المباراة القادمة. كما يقال الإسلام يجب ما قبله السي فؤاد، اليوم المنتخب التونسي سيواجه المنتخب الملغاشي في الدورة القادم، منتخب بخبرة طويلة في الكأس الإفريقية ومنتخب نصر قرطاج، ومنتخب يحضر لأول مرة في النهائيات. سي فؤاد، أكيد لأن مباراة كبيرة، لأن شنا الملغاشيين منذ مدة فات السنتين الأخرى هما كيقدموا المفاجآت، أكبر مفاجأة هي خروج أحمد الملغاش كرئيس ديال الكاف. الآن المنتخب الملغاش صحيح أنه كاين مفاجآت، ولكن اللي تبع المنتخب الملغاشي من جزيرة صغيرة غيشوف عليها أن في الإقصائيات حيد نيجيريا ربحها بجوج لصفر، دخل من اول مباراه بان لك سان جروب كومباكت، سي دي لين رابروشي، سي دي جوار اللي كيلعبوا اليز، كيخرجوا كره زوينه، كيلعبوا على الجناب، كاين دي سونتر، سي ان جروب اللي جمعوا اللعابه من دي 2 من دي 3، ولكن خدموا بزاف، داروا بوكو دو كونسونطراسيون، ودخلوا لي ماتش الاول اللي دوزوا كلهم مزيانين، واكيد على ان المباراه مع تونس ما غتكونش مباراه نزهه بالنسبه للتونسيين. صحيح ان التونسيين عندهم تجربه قويه، ولكن الملغاش حذرين لان المدغشقريون تسيدوا تسيدوا الجروب اللي كانوا فيه، وداروا مباريات كبيره ودايزين عن جدارة واستحقاق، فانا اعتقد اننا غنشوفوا مباراه ديال الغير المجربين، ولكن بادين بقوه وكاين الشباب وكاين ان جروب، وغنشوفوا القوه ديال تونس اليوم. صحيح كاين فكر ديال جيراس، ولكن اللعابه اليوم بغاو انهم يربحوا لي ديال، بغاو انهم يلعبوا كره سهله، بغاو يمشيوا للاطاك، كانت رده فعل ديال اللعابه لان خرج المعيد البدني وقع اشكال في ستاف تكنيك، وقع اشكال في اللعابه، كاين لعابه اللي عندهم اسماء كبيره رغم ان تونس اللي كانت قوتها من الترجي ومن ليطوال ما كايناش اليوم، ولكن اللي جوار بغاو اليوم كاين هذيك لا فولونتي. سي سور غنشوفوا ماتش كبير، نتمناو فعلا نشوفوا اهداف ونشوفوا على ان كاينه فرجه وكل ما يرباس ان شاء الله في هذا الماتش. بطبيعه الحال لا احد كان يتوقع بان منتخب مدغشقر يصل لهذا الدور. اكيد سي هشام، ربما نحن بصدد خريطه كرويه افريقيه جديده، تأهل منتخب البنين ومنتخب مدغشقر لدور الربع النهائي. كنا كنتحدثوا قبل ما تنطلق المنافسة أنه 24 منتخب ممكن أنها تأثر على المستوى، بالفعل أنه في المستوى في الدور الأول ما كانش مستوى اللي يمكن أنه لافت، يعني لأنه منتخبات اللي تحت لها فرصة لأول مرة، الخريطة كذلك الكروية غتسمح بأنك تتأهل منتخبات يمكن أنه نسبيا غتكون أضعف من القوى التقليدية ديال كأس أمم إفريقيا، ولكن هذا
هذا 24 منتخب عند الحسنات ديالها، عطات فرصه للمنتخبات باش تثبت ذاتها وباش يمكن انها تطور كذلك ذاتها في المستقبل. والان شفنا منتخب مدغشقر، شفنا كذلك منتخب بنين اللي من شانها التاهل هذا ماشي فقط انه غيسجل الاسم ديالهم في التاريخ، ولكن كذلك يمكن انه يكون عنده انعكاس ايجابي على الممارسه الكرويه في هذه البلدان، ممكن انه تخلي شباب يحلموا، ممكن توسع قاعده الممارسه، خاصه ان مدغشقر في الخارطه الكرويه ما كانتش كتذكر كثيرا، ولكن الان يمكن انه من شان هذا التاهل هذا يعطيهم واحد الدفعه للممارسه بشكل عام ماشي فقط على مستوى المنتخب. نعم سي هشام، الجميل هو ان المنتخب التونسي خلانا جد المنتخبات يعني عربيه او مغاربيه في الدور الربع النهائي بعد خروج المنتخب المغربي وايضا المنتخب الموريتاني في الدور الاول. نذهب لمباراة أخرى جرت يعني اليوم، هي مباراة المنتخب الإيفواري ونظيره المالي. سي فؤاد، منتخب مالي لاعب والمنتخب الإيفواري فاز باللقاء. أعتقد أنك لخصتي كل شيء، منتخب مالي أتى على الأخضر وعلى اليابس خاصة في الشوط الأول، فالجهة اليمنى لم يكن محظوظا تماما. بالضبط، ما عندوش هداف، الجهة اليمنى اللي كان مجهود فيها ديابي دار كل شيء، كان كيدخل على الرجل ديالو اليسرى، كيلقى دي باسون بروفوندور، كيلقى دي شونجمون ديال الكرات كيعكسهم، كيدخلوا بثلاثة أربعة ديال اللعابة اللي كود بي أريتي لي زون بيان ديسكوتي، إيزون مونكي دي ريسيت قدام البوكو. ولكن كنعتقد على ان الكوت ديفوار داز فواحد بان طون فيبل واستطاعت على انها تخلي الشباك ديالها قويه والحارس ديالها والمدافعين تدخلوا في اكثر من مناسبه، ومره مره كانوا دي كونتر، ولكن ليكسبيريونس ديالهم ديال الكوت ديفوار خلاتهم على انهم يقتلوا بمباراه، خاصه لي شونجمون ديالهم اللي داروا من بعد دخول زها وكذا كانوا قويين، ولكن اعتقد على ان المالي خلات مباراه كبيره كان بامكانها تنتصر باكثر من هدف الى ان التجربه ديال الكوت ديفوار خلاتهم على انهم يعرفوا من اين تؤكل الكتيف وياخذوا فوز مهم بالنسبه لهم. الكوت ديفوار اللي عاده كنلقاو فيها لعابه ممتازين، لعابه صراع، لعابه قويين، كيلعبوا في اكبر الانديه، عندها دي بوتي جوار، ولكن كاين ان بوتي جروب. الور كو المالي بصراحه ما يستاهلوش يخرجوا، لان داروا ان بون ماتش بلان في بوكو دو روتري، بوكو ديال لي سونتر، بوكو داكسيون ديفونسيف اوفونسيف. سي دوماج كو المالي خرجت، لان داروا ان كرون ماتش لا بروميير ميتون لا دوزيام. مهني الكوت ديفوار بالاكسبيريونس ديالها اللي عرفت كيفاش تحسب المباراه. نعم سي فؤاد، يعني المباراه تاعت بهدف واحد دون مقابل، هدف سجلوا اللاعب ويلفريد زها لاعب كريستال باس انجليزي. نعلقوا على الهدف بقراءه تقنيه الهدف سي فؤاد. فاللي غريب هنا هو غادي تشوف على ان ديجا لورينتاسيون ديال لاريير غوش ضعيفه، سي ان رونفيرسومون دو جو اللي دار، ولكن لو ديفونسور غادي حتى لا بغى يخرج كره كي يدير يخرجها، لو كان كيجري في جناب يقدر في اي لحظه يلاحظها وكيشوف الكره وكيشوف لادفيرسير، فهو مدور الظهر ديالو كاريمون، الور كو لو جوور اللي جاي في الظهر ديالو جاي دار ضرب في المساحه واستطاع انه ياخذ كره في الظهر ديالو وسجل هدف. اعتقد على انه خطا ضعيف، خطا كبير، لان لو غليسمون ديال الديفونسور خايب، لو ديبلاسمون لورينتاسيون ديالو باش يدير لو ريبلي خايبه، واللاعب امن بان الكره غتوصلو، لاباس اللي تي اكسترا اوردينا باش توصل ليلي، ليلي يبقى غادي في التايمين وحاضي الكره، استطاع انه يدير فيها رجلو، ولكن لو ديفونسور لو ديبلاسمون ديالو ولي كالكيلو اوبتيكو موتور ديال لا تراجيكتوار الى توراتي، ملي كتخلي كره بحال هذه اللعابه مجربين بحال ديال الكوت ديفوار كينتموك عليها. الكره كانت سريعه. ان دومي اوكازو ان بون رونفيرسمون عطى ان بوت، الور كو لي ماريان دخلوا في اكثر مناسبه سير 5.50 متر، ايزون راتي راتابل، وهنا كتعمل ليكسبيريونس ديال لي جوور ديال الكوت ديفوار دائما حاضره. هدف جميل وهدف غالي وثمين، يعني عبر بالمنتخب الايفواري للدور النهائي. سي نبيل، يعني المنتخب المالي منتخب يحط الرحال للمره 11 في النهائي القاريه، ورغم امرت به اجيال ذهبيه، ورغم ذلك نجده لا يصل الادوار المتقدمه من البطوله. حقيقه هذا هو اللغز، يعني المنتخب المالي دائما عنده شبان، دائما عنده خزان، حتى في الفئات الشبانيه دائما يوصلوا للدور النهائي، واحيانا يفوزوا بالكاس يعني الافريقيه، ولكن في المشاركات دائما يؤدي مباريات في المستوى. نظن النقص في الخبره، نظن حتى الطموح احيانا، والشيء اللي عندهم المالي ان دائما يغيروا المنتخب، يشببوا دائما المنتخبات في النوع من هذا يعني المناسبات، وين تشوف دائما اللاعبين ما بين 19 و 22، احيانا تلقى حتى لاعبين اصغر. على العموم ظن الخبره يعني للذهاب بعيدا هي اللي تخونهم، واحيانا الحظ، لان شفنا باللي عدوا بجيل ذهبي وين كان دائما يكون هو يعني المرشح
لنيل الكاس ويخرج في النصف النهائي كما يعني ربما كان فيناليست مره واحده في كاس اول مشاركه ديالو في العام 1973 مره واحده فقط يعني وصل فيها للنهائي ومره في النصف النهائي وخرج يعني يا با دو ستابيليتي في هذه ليكيب ديال مالي كما قال سي نبيل سي دي شونجمون بيرمانون كل خطره كتمشي للبروموسيون قبل من لاج ديالها وتجي نوطو بروموسيون داير انهم كيلعبوا دي جون كيلعبوا شويه على لا فورماسيون كيخرجوا يلعبوا في لي غران كلوب ديال العالم مي جو كوا كو اوجوردي زون مونكي دان اتاكون اوبيراسيونيل كان عندهم ان اتاكون في لي زوكاز اللي تخلقوا من جناب ومن الوسط كانوا يخرجوا رابحين لي جوور ديكسبيريونس اللي يخليو ديك الفرقه وافيك ان ستابيليتي اللي غيمشيو بها المالي لي ديمي فينال لي فينال ما كايناش لان غتلقى الفرقه كل عام فين ما كتجيك منافسه افريقيه كتلقاهم بدلوا 6 8 10 ديال اللعابه وحتى لي زونترينور كيتبدلوا سي دوماج بور سات ايكيب لان فيها دي زانديفيتي مهمين. مدرب المنتخب المالي محمد ماغاسوبا واللي كيدرب المنتخب المالي نحو السنه اللي حد الان اشتكى من التحكيم وقال بان على الكاف ان يعني ان يكون صارم مسألة التحكيم والأخطاء التحكيمية. نش معك السي هشام نقطة أخرى وهي أن المنتخبات التي فاز عليها المنتخب المغربي تتأهل تباعا لدور الربع النهائي. البنين تتأهل، جنوب إفريقيا تتأهل، وأيضا منتخب جنوب إفريقيا. شوف منتخب الكوت ديفوار بطولة ماشي هي مباراة اللي كتكون إقصائية في واحد الظروف معينة، البطولة هو تدبير ديالها ديال في المدة والظروف ما إلى ذلك، فكنظن أنه لكل مباراة كما سبق وقلنا عندها ظروفها وعندها حقيقتها، يمكن أن منتخبات كتبدا ضعيفة وهذا الشيء راه قالوا إيرفي رونار، قال لك دائما المنتخبات اللي كتبدا قوية في الغالب أنها ما كتستمرش والعكس كيقدر يكون صحيح، ملي كتوصل للثمن يمكن انه كتولي ظروف اخرى وكتولي حالات اخرى لانه حتى انك كونك كتلعب الدور الاول في شكل بطوله على النقاط ماشي هي كتلعب انه في مباراه خارج المغلوب بخروج المغلوب وبالتالي فالحاله الذهنيه كتبدل الاستعدادات كتبدل يمكن انه حتى بدنيا يمكن كتكون ظروف اخرى وكره القدم الان غير من خلال هذه البطوله الكاس الافريقيه كتعطينا واحد الحقيقه اللي هي ماشي ثابته في جميع المباريات لان كاين منتخبات مثل مالي سيطرت وما ربحتش فقط التجربه والخبره ديال مثلا اللاعب زاها اللي جاته فرصه وسجل كاين منتخبات اللي سيطرت ولعبت وربحت اذا ما كايناش وصفه ثابته لكره القدم باش يمكن انك تربح فقط خاص يكون عندك واحد العناصر واحد المكونات مجتمعه في واحد الوقت معين في واحد المكان معين باش كتحقق الفوز المنتخب الوطني يمكن انه اعطى اشارات من الاول لانه يمكن حاضر. يمكن الناس اللي كانوا كيتبعوا بموضوعيه حتى خلال كاس العالم دارت ملاحظه المنتخب المغربي في المباريات الوديه قبل ذلك ويمكن انه النتيجه تاخرت ولكن جات في الوقت السيء للمنتخب المغربي لانه كانت هناك امال كبيره معقوده على هذا كاس امم افريقيا اللي بالنسبه لي نسفت مشروع منتخب اللي كان كل شيء كيحلم به في الظاهر ديالو كان كيبان انه منتخب قادر ولكن في العمق ديالو كان حقيقه منتخب اللي هش واختيارات هشه وما الى ذلك وممكن نرجعوا لهذا الشيء سنعود هشام لمناقشه موضوع المنتخب المغربي ومواضيع اخرى لكن مشاهدينا مستمعينا انتظرونا لفصل قصير ثم نعود مشاهدينا الكرام مستمعينا اهلا بكم في الجزء الثاني من برنامج ساعه الكان سنواصل النقاش سي فؤاد عن المنتخب الإيفواري والمنتخب المالي قلنا قبل الفاصل بأن المنتخب المالي لعب والمنتخب الإيفواري فاز باللقاء نعود بك يعني المنتخب الإيفواري واللي كان في الدورة الماضية في الجابون خرج من الدور الأول وقبل الدورة الماضية كان توج بلقب البطولة مع المدرب الناخب المغربي الحالي إيرفي رونار ما الذي تغير في المنتخب الايفواري سي فؤاد؟ اعتقد ان المنتخب الايفواري ديما كان فيه اشكال كبير، شنو الاشكال؟ لان كانوا عندنا دي كرون جوار انديفيديالمون كاين لا بيرفورمانس انديفيديال، دي جوار كيلعبوا في الانجليز، كيلعبوا في الايطالي، في الاسبان، ولكن ما كتلقاش ديما المنتخب متجانس، فكيجيو دي زيكيب لي ان بو بلو كوليكتيف مزيانين مقادين كيربحوا الكوت ديفوار، الوقت ديال رينار اعتقد لانه كانوا وصلوا فريمون لا فان الكاريير ديالهم دروكبا وصحابو وبغاو يلعبوا ديك الفينال ويديوها لي جوور اون بليس كو كانوا دي فيدات بغاو يتعاونوا ويلعبوا مع بعضياتهم الان الكوت ديفوار كيبان لك على ان منتخب كاينه لقطات دي بيرفورمانس انديفيديوال دي جوور دي بيرفورمانس فرديين ولكن لو جروب ما كاينش دابا ملي كتشوف مثلا الجيري السينابي اللي غيهضر لك على الجيري اكثر مني كتشوف ان ايكيب لا ديفونسور لي ميليو كيريكيبيرو اون توش دو جوج كيخرجوها للجناب جناب قويين يقدروا يضيعوا ما عندهمش مشكل الاخرين تابعينهم خدامين كاين ان ترافاي كونتينيو كل كوت ديفوار كتبان لك الفرقه على انها مشتا تاكتيكمون اي لي با لا ولكن انديفيديالمون انسان فكان اعتقد على ان دوبوي دي زاني الكوت ديفوار ما كاينش ان جروب كومباكت مزيان مقاد منسجم والدليل هو ان هنا لقينا دي بوتيت زيكيب
اللي عندهم ان او دو جوور رابيد القدام قضوا الغرض، ودي زيكيب اللي غيعتمدوا على لي زانديفيديلتي بحال مصر غيعتمدوا على تريزيغي ويعتمدوا على صلاح، ولا المغرب غيعتمدوا على زياج ولا مرابط خرجوا. فلي زيكيب اللي كيسون كوليكتيف كيدافعوا مزيان كيلعبوا على لي كونتر دو جوور مزيانين، ان جروب تبين على ان المجموعه اليوم كتغلب الفرضيات، وهذا اللي وقع بالنسبه للكوت ديفوار. يبقى فريمون اون ايكيب ناسيونال لي اوبجيكتيف مع راسها وكوليكتيف. عطيتك السؤال سي فؤاد، لان خصم المنتخب كوت ديفوار المقبل هو المنتخب الجزائري واللي غيكون هو الموضوع ديالنا الان. قبل ذلك وقيلا غنمشيو للقاهره، معنا من هناك الزميل فؤاد الحناوي. فؤاد مساء الخير. مساء الخير فؤاد. مساء الخير عبد الله، مرحبا بك بالمشاهدين بالمستمعين الكرام، مرحبا بالضيوف ايضا على البلاتو، ومرحبا بك في ساعه اخرى من ساعات الكان هنا من العاصمه المصريه القاهره. فؤاد، المنتخب الايفواري يتاهل لربوع النهائي بعد لقاء صلى وجل فيه المنتخب المالي، لكن الغلبه كانت في نهايه المطاف لفيلات الكوت ديفوار. فؤاد، نعم عبد الله، في هذا اللقاء الدور الثمن النهائي للاول لنهار اليوم، منتخب ابدع وامتع ومنتخب انتزع الفوز وانتزع بطاقه الترشح. مالي كانت الافضل في هذا اللقاء من المستوى التقني على مستوى الفرديات، لكنها نقصتها النجاعه الهجوميه واستغلال الفرص، وما نجح فيه منتخب كوت ديفوار الذي لعب بطريقه تقليديه لم نراه كما شاهدناه ربما في المباراه الاولى امام جنوب افريقيا، الاعتماد على كل من ويلفريد زاها ونيكولاس بيبي في خط الهجوم، لكن المنتخب الايفواري لم يقدم تلك الصوره التي ربما كنا ننتظرها. في المقابل مالي لعبت بطريقه جيده ولم تحسن استغلال الفرص التي اتيحت لها، وايضا لم تحسن استغلال بعض الاخطاء الدفاعيه خصوصا من قبل الحارس كبوهو حارس منتخب الفيله، منتخب الفيله الذي برهن مره اخرى عن طريقه لعبه الواقعيه وتجسدت في حصده لهدف من نصف فرصه من قبل اللاعب ويلفريد زها في الجوله الثانيه، امام عجز تام لمنتخب مالي للعوده في اللقاء كما ذكرت، بالرغم من الفرضيات التي يتمتع بها ومن الرغم من السيطره التي برهن عليها طوال التسعين دقيقه. كوت ديفوار تضرب بذلك موعدا مع المنتخب الجزائري في الدور الربع النهائي في لقاء مثير ومثير جدا. كوت ديفوار التي ستكون الان في مهمه جد جد صعبه وامتحان حقيقي امام المنتخب الجزائري المرشح فوق العاده للظفر باللقب القاري، المنتخب الجزائري الذي سيعود ليواجه منتخبا افريقيا متمرسا بعد فوزه على السنغال في الدور الاول، لكن الان الامور مختلفه في دور الربع امام منتخب ايفواري كما ذكرنا، منتخب منظم وواقعي. شكرا جزيلا لك فؤاد، ابقى معنا سنعود اليك لاحقا. اذا خصم المنتخب الايفواري المقبل والمنتخب الجزائري والذي وصل عروضه القويه في كان مصر 2019، فبعد بدايه متميزه في دور المجموعات منتخب الخضر يمطر شباك غينيا بثلاثيه نظيفه ويتاهل لربع النهائي معلنا نفسه مرشحا قويا للظفر بالكاس الافريقيه، والتفاصيل في الروبورتاج التالي للزميلين نوفل العمله وعبد الصمد المنتصر من القاهره. اليوم في القاهرة سهيت فرحة عارمة تحققت بأقدام رجال الجزائر، وفي هذا الميدان قصة مجد تخط. وضع الخضر أقدامهم في الدور ثمن النهائي بعد تسيدهم للمجموعة الثالثة بالعلامة الكاملة، وهم اليوم يواصلون المشوار بثلاثية في الشباك الغينية. بدأ رفاق محرز الضغط العالي من الدقائق الأولى، فأضع أبو نجاح فرصة الهدف الأول ونسج على منواله رياض محرز قبل أن تأتي الدقيقة 24 بالهدف الأول عبر بلايلي، هدف بعثر الأوراق الغينية فجعل البلجيكي بول بوت يبحث عن تعادل لن يأتي. واصل بالماضي نسقه الهجوم عبر وسط ميدان لا يتهاون، والنتيجة هدف ثاني بأقدام نجم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي رياض محرز. هنا انتهت الحكاية الغينية والتي تعمقت جراحها بهدف قاتل سجله البديل آدم والناس،
وذلك على بعد دقائق معدودة من صافرة النهاية. نصر جزائري جديد أطلق العنان لفرحة جماهيرية عارمة. سيد نصيب اليوم بذلوا جهد كبير الفريق نتاعنا، ربي يحفظهم إن شاء الله، وكانوا يستهلوا الفوز. بالماضي اختم لعب تحكيك شباب أفهمتني، غلق لهم اللعب، احنا المهم دينا 3 نقاط وإن شاء الله بإذن الله كحلو إن شاء الله بطولة الجزائر. روعة لعبوا، يعني نفتخر بهم الجزائريين احنا، يا وان تو ثري فيفا لاجيري. لا الحمد لله ليكيب دارت لاباس، ونحن الله نحبوا لكم دافريك، انا حوش على لكم دافريك. الالاف من الجزائريين ساندوا ابناء بالماضي املا بمحو صوره باهته للكره الجزائريه ترسخت في الاذهان منذ سنوات، ومن بين من كان في المدرجات رفقه الاشقاء يساند ويؤازر، مغاربه ردوا الدين لشقيق ساند الاسود في ملعب السلام وتحصر على وداعهم المبكر من ثاني الادوار. المنتخب الجزائري فاز اليوم 3-0، وان شاء الله يتمنوا المنتخب الجزائري يفوز بهذه الكاس الافريقيه بعد خروج المنتخب المغربي. المنتخب الجزائري وفريقنا الثاني، وكنتمنى له التوفيق ان شاء الله يفوز بالكاس الافريقيه الثانيه. ان شاء الله التوفيق للمنتخب الجزائري والتونسي ايضا، نتمنى المنتخب المغربي يكون موافق في المره الجايه ان شاء الله. نتمنى للمنتخب الجزائري التوفيق والانتصار ان شاء الله البطوله. حنا جينا من الرباط حضرنا الماتشات ديال المغرب، ما جابش الله الجزائر ان شاء الله هي اللي تكون لينا ان شاء الله. وحنا كما تيقولوا الاخوان، حنا الجزائر المغرب خوا خوا، ما تفرقنا حتى شي حاجه، وبحال خدات الجزائر بحال خدات المغرب. الله يسلمك. الحمد لله يا ربي على الانتصار هذا، وندعوه كامل المغرب العربي، وان شاء الله حنا اللي نشرفوا المغرب العربي والعرب كامل ونهديها البرك واحد المدينه في المغرب نحماق عليهم حسين تكادير. عندنا العقبه هذه صعيبه، كانوا لي جوار والمدرب في ضغط شويه بعد خروج المنتخب المغربي والمصري، عادوا شويه لي زيكيب هذو الصغار عادوا يديروا لنا مشاكل. الحمد لله حنا ما داروناش مشكل، ليكيب تاعنا باين تروحها باللي جايه تدي لاكوب، والناس كان ما كانوا باين في المنتخب الجزائري، لكن الحمد لله كان عندنا بالماضي اللي عطالو الفرصه، وان شاء الله هو وبالناصر اؤكد على هذين اللاعبين. ناصر مغربي. شكون بالناصر؟ نصف مغربي مثل بن عطيه، صح ولا لا؟ خوا خوا. شكرا. انا متعسف بالفريق المغربي، والله لا لعب مليح، ما عطاوش هدف، وانا متعسف، وانا كنت في الاستاد، واش نقول لهم؟ رانا هنا معكم. أشكرك جدا على هذا الإطراء على منتخبنا الرائع الذي فعلا تحفنا اليوم وفي لعبه، ونشكر الجماهير العربية التي كانت كلها مشجعة للفريق الوطني الجزائري. بالطريقة التي يزف بها العريس في زفافه خرجت حافلة الخضر من ملعب المباراة، العشرات التفوا حول أبناء بالماضي وبلسان واحد رددوا شعارهم المفضل: الشعب يريد لكوب دافريك. بهذه الطريقة إذن ودع المنتخب الجزائري ملعب المباراة بعد أن سحق غينيا ودك شباكها بثلاثية، ودع الملعب تحت زئير الأنصار الذين يتوعدون الخصوم تباعا في قادم الأدوار، وهمهم الوحيد الوصول لمنصة التتويج والعودة بكأس الأمم الأفريقية إلى الجزائر. نوفل العواملة، عبد الصمد المنتصر، ميديان تي في، القاهرة. الشعب يريد لكوب دافريك. سينافيل، أجواء جميلة وجميلة جدا، الجماهير المغربية، الجماهير الجزائرية، الكل يشجع المنتخب، يعني وإن كان ليس المنتخب ديالو هو اللي كيلعب إلا أنه يشجع المنتخب الآخر. حقيقة نظن باللي راك تسمع أن يقول لك الجزائر والمغاربة خوا خوا، وهذه حقيقة تاريخية لا ينكرها أي أحد. إن شاء الله تبقى هذه المحبة وتدوم هذه المحبة، وإن شاء الله احنا نعوضوا يعني بإذن الله إقصاء المغرب ومصر من هذه الدورة هذه، لأن الدورة تلعب في بلد عربي، إن شاء الله يفوز به بلد عربي. بقاو اثنين، يعني هناك الشياح للجمهور المغربي والجمهور الجزائري كما نلاحظ في الصور. حقيقة نظن خلاص يعني راك تكلمتها خوا خوا، وتبقى خوا خوا حتى يوم القيامة إن شاء الله. نتمنى ذلك. سي نبيل، سي فؤاد، المنتخب الجزائري اللي خرج من البطولة الماضية من الدور الأول لم يتأهل لنهائيات كأس العالم، اليوم يعود لم يتأهل لنهائيات كأس العالم، اليوم يعود ويعود بقوة في النسخة الحالية ما كان. نسمح من السي نبيل لأن أكيد لأن هو يعرف المنتخب الجزائري أكثر مني. أنا اللي غنقول أولا كل الأمور اللي موجودة باش المنتخب الجزائري يكون قوي. أولا عندهم إنفادات إيريبروشابل اللي هو جمال بالماتش،
وهذا غيلعب دور كبير. علاش؟ لان عندك دي غران جوار، ناس عندها دي زاتاكون ما عندهم اربعه ولا خمسه كلهم مزيانين، وكاين دي غران كاين دي زاتاكون كيلعبوا ودوطر مريحين. او ملي كيكون شان اونترينور كبير وما كتكونش ان كوازون ديال لو جروب، ملي كتجلس دي فيدات كتوقع البلباله. الان شنا في التروازيام ماتش لعب سبعه اللي ما لعبوش، ربحوا حتى هما بلا بيرفورمانس. دونك اللي كيلعب فرحان، واللي جالس فرحان، واللي غيخرج فرحان اللي غيدخل فرحان. والبديل كيدخل كيسجل. الان كتشوف اللي بيوت اللي كيتماركا ضد الجيري ما كتلقاش ان اكسون ديفيل شده لعاب ودريبل بوحدو وبانيطرا بوحدو، كتلقى دي زين دو قدام بوطو، كتلقى دي بانيطراسيون دي باسون روتري، كتلقى دي كورس كرواز هي الاله دايره. دونك كيبان لك على ان كاين خدمه، كاين ان ترافاي سيرتو نيفو ديال لاطاك، وكاين لي بيوت كيتماركاو في كل ماتش. ومن الماتش الاول لغايه اليوم كتشوف فرقه مساجمه مقدام صايبه. دونك ديجا او نيفو تاكتيك كي سون لا، او نيفو تكنيك سي دي جوور اكسبلوزيف، الاسماء راه معروفين، وكاين الانترينور اللي عنده ان بوا. الامور كلها غاده في اتجاه ان الجزائر اليوم عندها واحد من احسن المنتخبات اللي كاينه، وعندهم تو لي مويان سيلغارد لي بي سور تيغ، ويكملوا بنفس الطريقه اللي كيلعبوا بها باش يمشيوا لا فينال ويربحوها، خاصه مع خروج منتخبات قويه كالمغرب كمصر اللي كانت مرشحه باش تفوز بهذا الدوري. سي نبيل، عشتي مع المنتخب الجزائري عشر، يعني كنت في الحقبه ديال غوركوف، كنت ديال راجيفاك، وايضا ديال جورج ليكنز، ثلاثه المدربين مروا مع المنتخب الجزائري وانت معهم. كانت هناك مرحله فراغ، اليوم بالماضي بخبره قليله ان صح التعبير في تدريب المنتخبات يقود المنتخب الجزائري نحو الافضل في هذه النهائيات. حقيقة وفي وقت وجيز جدا، لأنه واحد ما كان ينتظر أن هذا المنتخب يظهر بهذا الوجه المشرف، والوجه يعني اللي شرف يعني الكرة الجزائرية وحتى الكرة المغاربية. عرف كيفاه يجمع بين اللاعبين ويخلق جو تنافسي داخل المجموعة، خاصة شفنا العلاقة كما كان يتكلم يعني الأخ، أن العلاقة بين اللاعبين أصبحت حميمية جدا. وهذا الشيء اللي كان نقصنا في دورة 2017 بالغابون حقيقة، يعني هذا الشيء اللي كان يخصنا، أن في الوقت هذاك المدرب اللي كان موجودش هذه الوصفة وكانوا مشاكل من قبل. اليوم بالماضي عرف كيفاه، لأنه كما ذكر أنه كان لاعب في المنتخب الوطني، يعرف العقلية جيدا، يعرف المنتخب الوطني، يعرف الذهنية ديال اللاعبين، وخاصة أنه جاب دم جديد داخل المجموعة. وما يخفلكش باللي المنتخب الوطني اليوم الحق لواحد النضج، بعض اللاعبين اللي لحقوا للنضج يعني كبير، وزايد يعني لاعبين شبان متر بن ناصر، عطال، بن سبعيني، ادموا الناس اللي دخلوا في المجموعه يعني، ولاعبين اللي عندهم خبره استقبلوهم واعطاهم يعني هذه الخبره. نظن اليوم مزيج بين الخبره والشباب اللي اعطاه هذا الحماس، هذا الاندفاع للامام، وهذا يعني الروح القتاليه والروح الجماعيه اللي نشوفه فوق الميدان. وحتى يعني عندما نشوف عندما يتسجل الهدف في دكه الاحتياط اللي موجود ابراهيمي سليماني، يعني من احسن اللاعبين ومن احسن يعني سليماني هو ثاني هداف في المنتخب الوطني الجزائري. من هذه المجموعه، هذه اللحمه، يعود الفضل بالماضي اللي عرف وين هو يعني الخلل، وفي ظرف وجيز خلق يعني فريق متماسك، فريق اللي قادر يكبر من مباراه لمباراه. واليوم الطموح او كبر، ولما لا يعني الظفر بهذا اللقب، لان المنتخبات الكبيره وخاصه المنتخب المنظم، يعني مصر خرج، المنتخب المغربي خرج، يعني الطريق ربما معبده، اكيد نفس يعني النسبه بالمقارنه بالفرق الاخرى. نعم سي هشام، يعني المنتخب الجزائري تقريبا نفس الاسماء تقريبا وليست الكل اللي شاركت في نهائيات 2017 اللي خرجت من الدور الاول، اليوم حاضره مع المنتخب الجزائري بقياده مدرب ربما يعني شهر غشت 2018، اقل من سنه، اقل من سنه مع المنتخب الجزائري، لمست المدرب لا تخطئها العين، بالماضي كما قلت سابقا لا يملك خبره في تدريب المنتخبات، لكنه عاش اجواء المنتخب كلاعب، وايضا يقود يعني له تجارب ناجحه في عالم التدريب مع الانديه خاصه في الخليج العربي. هشام، يعني مدرب جديد على مجموعه ورغم ذلك تكون هذه النتائج. انا بالنسبه لي المنتخب الجزائري حتى ولم لا يتجاوز دور الربع، فانا بالنسبه لي نجح. لماذا؟ لانه المنتخب الوحيد اللي حافظ على نفس الطريقه ديال اللاعب
وبنفس التألق وبنفس الوهج في ربعة المباريات اللي لعب، فهو منتخب أكد أنه القوة دياله. ومن اللي كنشوفوا أن أسلوب لاعب كنعرفوا بأنه كاين عمل وراء هاد 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 الأسلوب. وكيف ما تحدثنا أنا والسي فؤاد صحابي قبل، فهما عارفين بأن المدربين المنتخب من اللي كيلعب أو فريق من اللي كيلعب مباراة رسمية فهو كيلعب كما يتدرب. هذا يعني أنه كاين عمل كيدار في الإعداد ديال هذا المنتخب هذا، وبالتالي فالمدرب عنده واحد الفضل كبير. هاد الاختيار ديال جمال بالماضي والنجاح ديالو الى حدود الساعه، هذا كيخلينا نناقشوا مجموعه من الامور، انه اختيار ناخب او مدرب لا يعني بانه القراءه ديال مثلا السي في ديالو كتفرض انه يكون عنده القاب او يكون عنده باش يمكن ينجح، لان ماشي بالضروره. فالبروفايل ديال مدرب معين باش ينجح فخاص تكون عنده قراءه خاصه، لانه بناء على المعطيات اللي كتكون عندي في الفريق او في المنتخب وبالتالي كنجيب. لانه بالماضي ملي كنشوفوا انه لعب في المنتخب الجزائري عنده تجربه قليله على مستوى المنتخبات، لانه درب المنتخب الثاني ديال قطر على ما اذكر، كذلك كان في اكاديميه ديال الخويه، جاء مع فريق عمل اللي كان كيخدم مع سيرج غومانو وكذلك الطبيب وما الى ذلك. فهو خلق واحد الفلسفه جديده بالنسبه لي وطبقها، ولكن الا ما كانوش عندك لاعبين اللي طبقوا لك الفلسفه ديالك فدائما كتكون. ولكن هو عرف كيفاش يمكن انه يدبر هذاك الخلافات، لان منتخب جزائري وشبيه بالمنتخب المغربي دائما ديك الخلافات ديال اللاعبين اللي كيجيو من برا وديال الخبره وكيرفضوا انه لاعبين اخرين يدخلوا، كتكون خلافات على انه شكون اللي غيقود المنتخب، ولكن هو لحد الساعه نجح فيها وكنظن انه الطريق الان معبده بالمنتخب الجزائري. باش ناكدوا كيبان لك واحد جوج حوايج قويين في المنتخب الجزائري. ديجا تيا كات ديفونسور او دو ميليو اللي باغيين يديروا الرول ديالهم يريكيبيريو ويسوديو يعطيو لا باس، يعطيوها لي زاتاكون ثلاثه وقدامهم واحد اللي هما يدريب اللي هو بينيتر ويلعبوا بيناتهم، وهذوك كيديروا الرول ديالهم ومخلي لهم هما لي زاكت اوفونسيف يديروا فيهم اللي عجبهم. على بيغ دو لا بال هذوك لي زاتاكون تما باغيين يديروا لو رول ديفونسيف، باغيين يديروا لي بريمير يدو ويدابزو ويتقاتلوا والاخرين في الدار ديالهم يريكيبيريو. باش دير هادشي لازم يكون عندك دي ليديرشيب اللي موزع على الادوار، وان اونترينور يكونوا دي زونترينور في التيران. جو كوا كو اليوم كاين ان جروب تري كومباكت ديال الجيري، وكاين حويجات كتشوفهم او نيفو ديفونسيف، سادير راه كاين ان اونترينور دي بلوك اللي خدامين وتا او نيفو اوفونسيف، سي تري انتيريسون. دونك ما كايناش شي ماكسيون ديال الجمهور. الملاحظة هو ان جمال بلماضي هو المدرب السابع للمنتخب الجزائري في ربما خمس سنوات، يعني سبع مدربين منذ رحيل وحيد هاليوزيتش بعد نهائيات كأس العالم في البرازيل 2014. سنواصل، لكن قبل ذلك نتابع تصريحات لصحفيين جزائريين حول تأهل منتخب الخضر لدور الربع النهائي من المسابقة الإفريقية الأغلى على مستوى المنتخبات. الوطني الجزائري ما قبلش اهداف منذ بدايه المشوار، احسن ما فعل كما قلت. نظن ان كذلك جمال بلماضي بخبرته المتواضعه ربما في منتخب قطر، ولكن لاعب قديم، لاعب يعرف كيف يمشي الرساله عند اللاعبين، لاعب نقدر نقولوا ولد بلاد، يحب الجزائر ويخدم على روحه. والحمد لله اليوم شفنا ان الناخب الوطني سير المباراه، خاصه لما ناخذوا بعين الاعتبار سيناريو المغرب وسيناريو مصر. الحمد لله عندنا اون بون ايكيب افيك ان بون اونترينور، ورانا فرحانين بالايكيب هذه ان شاء الله يكملوا هكذايا. الواقعيه هذه صح البارح البارح مع المغرب المغرب اوني ديسو كي راحوا تليمينا، كنا متمنين يمشوا فينال ونتلاقاو فينال ان شاء الله، مي اوني ديسو. اليوم كان الفوز على منتخب غينيا 3-0، هي في العاده احنا كان عندنا مشكل مع الفرق الصغرى، ولو انه ما بقاش في افريقيا فرق صغرى. ما تنساوش حديثه البنين مع مباراه البنين مع المغرب، مباراه جنوب افريقيا مع مصر، احنا كنا نتخوف في المقابله هذه، ولكن الحمد لله فوز جاب 3-0 حاجه جميله ان شاء الله. اذا تفاؤل كبير للصحفيين الجزائريين بامكانيه يعني فوز منتخب الخضر بلقب كأس إفريقيا. نغلق هذا الملف ونفتح ملف آخر يتعلق بالمنتخب المغربي. اليوم وزير الشباب والرياضة السيد رشيد الطربي العالمي قال في مجلس النواب بأن المنتخب المغربي أو هناك لجنة تقنية من الجامعة الملكية المغربية يعني تم منحها صلاحية البحث في أسباب
إقصاء المنتخب المغربي المبكر بالطريقة التي شاهدناها، بالطريقة صراحة المخيبة للأمال أمام منتخب البنين. كيف تعلق سي فؤاد على تصريح السيد الوزير اللي قال بأن المنتخب المغربي لم يكن محظوظا في هذه النهائيات؟ أعتقد لأن اليوم كاين خيبة أمل عند الشارع المغربي صغارا وكبارا ذكورا وإناثا، حتى واحد مرض على هذه الهزائم، ثم أن تصرفت ملايير الملايير والنتائج كانت مخيبة، فغلقوا على أنه كاين منتخبات بإمكانيات قليلة بمدربين وطنيين استطاعوا لأنهم يكونوا أحسن منها، خاصة وأن الكل بعد تأهل كأس العالم فبقينا كنتكلموا على الأداء وعلى الفار، لقينا أعذار بعد الدخول للربع النهائي في الكأس الإفريقي الأخرى كنا بدينا نحلموا علاش، لان من 2004 ما بدو الزكي ما تقدمناش، وبالنسبه لنا بدا كيبان انجاز. اليوم المباريات الوديه اضافه لمباراه ناميبيا في الديبار بان لان المنتخب كاين خلل. انا اعتقد لان اليوم على الجميع ان تطوي الصفحه، فخصها دابا ما تاخذش قرارات اشو توقف شويه من بعد دير لجنه ديال لونكيت باش تعرف اش وقع في حمد الله، اش وقع في لافير بن عطيه، اش وقع في الخروج ذاك لوجور ديال الكونجي، المشاكل اللي واقعه شنو هما الاسباب الحقيقيه، ومن بعد تكون حاله مبرده تاخذ قرارات، لان كما كنقولوا اليوم ما عندناش منتخب رضيف، كان خص يكون، ما عندناش منتخب محلي في الدشان فينا هو الاثار ديالو، لي موان دو 20 منتخب محلي سي فؤاد غندخل دابا اللي عيب تلقى اكادير والفتح والوداد والرجاء وبركان دازوا لي فاز فينال ما كاينش ربعه تلعب من بطوله، راه كاد لي جوار كان خصهم واحد 10 ديال لي ماتش اميكو انترناسيونال دون لي جون في المنتخب المحلي، يكون عندك اربعه ولا سته مزيانين ديجا. اليوم غتبغي تمشي للمنتخب راه تاخذ اربعه ولا خمسه اللي كبروا ما تلقاهمش. نعم. يجب اعاده النظر في السياسه الرياضيه المغربيه لان اهدرت الاموال. نعم. والنتائج ما كاينش. غنرجعوا لتفاصيل اخرى في هذا الموضوع السي فؤاد، ونمشي للسي هشام. اليوم لاعب المنتخب المغربي حكيم زياش في يعني على الانستغرام يقول بان ربما يوجه رسائل معينه لاحد ما، يقول بان عندما لا تكون هناك قصص هناك من يحاول او يختلق قصه، ربما الرساله موجهه لكثره الانتقاد التي نالت من هذا اللاعب. يمكن انه رد الفعل ديالو اليوم هو استمرار ديك الشخصيه ديال زياش اللي شفناها انها متوتره، شخصيه اللي خارجه من الاطار ديال المنافسه، وشخصيه اللي يمكن اثر عليها الضغط. فزياش كنعرفوا قيمته، زياش كان مؤثر في المنتخب الوطني، واعتقد بانه حتى التراجع ديال المستوى ديالو من بين الاشياء اللي اثرت على المنتخب الوطني. لماذا؟ لان في المباريات السابقه ملي كان كيكون زياش قوي كان كيغطي على مجموعه من العيوب في الخط الهجوم، والان شفنا انه مستمر. نعم. في التوتر بالرد ديالو، ممكن نرجع. نعم. للتفاصيل غنرجع عندك سي هشام، ولكن نذهب الان مره اخرى للقاهره معنا من هناك الزميل نوفل عملا. نوفل، اذا انتهى دور الثمن برحيل منتخبات عربية ابتداء بالمنتخب المصري إلى المنتخب المغربي، كيف تفاعلت الصحافة المصرية مع الخروج المبكر للمنتخب المغربي من النهائيات؟ نعم عبد الله، يعني المنتخب الوطني المغربي ليس حديث الإعلام المصري فحسب، بل هو حديث العامة والخاصة هنا في كأس الأمم الأفريقية. نسلط الضوء بداية على الإعلام المصري الذي دائما وأبدا نرى في العناوين، حتى حين تحدث عن إقصاء المفاجئ للمنتخب المصري تم الحديث على أن مصر تودع الكان بعد وداع المغرب. هذه هي العناوين التي كانت في الصحافة المصرية حتى على مستوى الإذاعات والتلفزيون، يعني هناك إقبال كبير على استضافة عدد كبير جدا من الزملاء الإعلاميين المغاربة الذين حضروا هنا للكان من أجل الحديث عن مسار المنتخب المغربي والمفاجأة المدوية التي كانت، وإلى يومنا هذا الإعلام المصري لا يستوعب تلك الصدمة التي حدثت في الشارع الرياضي المصري والأفريقي بشكل عام والمغاربي والمغربي على وجه التحديد، بأن يخرج منتخب يدربه مدرب من قيمة إرفيرونار حاز على لقبين قاريين مع مدرستين كرويتين أو دولتين مختلفتين قل ما تشاء، أن يخرج المنتخب المغربي وهم يعرفون بأن لديه ترسانة بشرية هامة أبرزها حكيم زياش الذي خفت نجمه ربما هنا في كأس الأمم الأفريقية، وهو من جاء بعد أن تألق وتعملق في دوري الأبطال. المصريون بطبعهم عاشقين لكرة القدم ويتابعون كل العناصر المغربية التي تلمع وتسطع في البطولات الأوروبية وحتى الخليجية عبد الله، وبالتالي هناك كانت ربما نشوة لدى الشارع المصري أو الإعلام المصري بتواجد نجوم من العيار الثقيل، خاصة وأن بعض القوى التقليدية الأفريقية ربما لم تعد تتوفر على عدد كبير جدا من الأساطير الذين يلمعون في القارة العجوز. يعني إن ذهبت إلى السنغال ليست السنغال
خليلو فاديكا واخرون والحاج ضيوف. اذا ذهبت لكوت ديفوار ماشي هي كوت ديفوار، دروغبا وجيرفينيو واخرون، يعني ربما المغرب التي حافظت على استقطاب عدد من النجوم اللامعين في عدد من الدوريات الاوروبيه، اكيد ابرزهم كما قلنا حكيم زياش. وبالتالي كان هناك استغراب ولا زال الاعلام المصري يتحدث عن الخروج المخيب للامال. ايضا الشارع المصري لا ننساه في كل تنقلاتنا هنا في القاهره، حين يسالون ويعرفون اننا من المغرب الكل يتساءل، يعني من الصعب بما كان ان نستوعب خروجكم المبكر والمذل وان كانت مصر قد لحقت بكم. هناك عدد كبير جدا من الناس الذين ايضا يتحدثون عن أن كأس الأمم الأفريقية كأس المفاجآت وكأس غدارة، لأنه اليوم قوة تقليدية تخرج أمام منتخبات متأهلة كثالثة للمجموعة أو ثانية، وبما معناه أن النقاط التسع أو التأهل بالعلامة الكاملة لا يكفي لكي تتألق في القارة العجوز. بقي مشهد بسيط جدا عينته اليوم يعكس ربما ذلك أو خيبة الأمل التي لا زالت تعتصر القلوب. شاب مغربي إطار في مؤسسة دولية عالمية في الولايات المتحدة، في الوقت الذي كانت تلعب فيه المغرب مباراتها مع البنين هو كان يستقل الطائرة من الولايات المتحدة إلى القاهرة من أجل مساندتهم ومؤازرتهم في الدورة بعد النهائي. كي يقول لي البنين كانت في الجيب، فأول يوم دبل قراص سياحة وسفر المغرب سافرت قبل ما يوصل وغيمشي يدوز الرحلة دياله مع زوجته في مصر. يعني شوف إلى أي درجة أننا كنا نرى بأننا في الربع النهائي، ولكن حتى الصحافة المصرية الصحافة الدولية، ولكن قدر الله ما شاء فعل. بقي إضافة بسيطة جدا يمكن أن أضيفه على تداعيات ما وقع للمنتخب المغربي. هناك حديث كبير جدا على أن رونار استقال، رونار رسميا لم يستقل لحد الساعة، ولن يعني نبوح بالمصادر عبد الله، ولكن هناك جلسات وفي هذه الجلسات تفاصيل تتحدث على أن تسوية ما ستحدث، نظرا لأن عقد الرجل لا زال ممتدا مع المنتخب الوطني. التسوية لها علاقة بالأمور المادية لا أكثر، أما الرحيل فهو أصبح شبه مؤكد عبد الله. فيما يخص تدوينات زياش المتتالية أريد أن أقطع الشك باليقين، وأيضا عبر مصادر خاصة ومن هولندا وليست من هنا من مصر عبد الله، يعني سنبوح بها في وقتها، ولكن هذه المصادر تتحدث على أن زياش الآن طوى صفحة الكان، ولكنه لم يطوي صفحة مشاركته مع المنتخب المغربي مستقبلا، لم يعلن الاعتزال دوليا، لا يقبل على منصات التواصل الاجتماعي، اضطر بأن يكتب بعض التدوينات ردا على بعض ردود الفعل التي كانت رسمية، وبالتالي عودته للرد فقط من أجل أن يؤكد بأنه يعني باقي مع المنتخب الوطني. وفيما يخص مستقبل يعني هذا اللاعب، فالكل يعرف القصة التي جاءت بزياش للمنتخب الوطني ولا داعي لتكرارها، وهو مع المنتخب الوطني ولكن اليوم يريد أن يرتاح ومن ثم مع عائلته أكيد، ومن ثم يعود لتدريبه مع أياكس بانتظار إن كانت هناك وجهة مقبلة للاحتراف. العوملة شكرا جزيلا لك وإلى اللقاء في مواعيد لاحقة. سي فؤاد، يعني حكيم زياش يخلق الحدث مرة أخرى بعد خروج المنتخب المغربي من نهائي كأس أفريقيا، سنواصل النقاش في الجزء الثاني من البرنامج، لكن مشاهدينا الجزء الثاني من ساعة الكان انتهى، وفي الجزء الثالث سنكون معكم عبر صفحة ميديا تي في على الفيسبوك لأجل الحديث عن مواضيع أخرى قادمة من عاصمة المصرية القاهرة وتفاصيل أخرى عن الكأس الأفريقية. ابقوا معنا.